نرحب بكم مشاهدينا عبر فضائية نيوسات وتلفزيون تيليلومير، ونستهل النشرة بأبرز العناوين. الرعاية المارونية بعمان تحتفل بعيد مار شربل. توقيع اتفاقية بين جمعيتي الكاريتاس ومجلس الكنائس للشرق الأدنى. المطران جبارة يزور الرعية في محافظة المفرق. وفيها أيضاً انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. أهلاً بكم. تحت الرعاية الملكية السامية انطلقت فعاليات الدورة 33 لمهرجان جرش للثقافة والفنون بمشاركة أردنية وعالمية واسعة. ويمتاز مهرجان هذا العام بإثراء المشهد الثقافي والفني لشعراء وفنانين أردنيين وعرب، علاوة على تقديم الأمسيات الغنائية والموسيقية والمسرحيات والفنون الفولكلورية التي تؤديها فرق عالمية مشهورة، فضلاً عن إقامة معارض للحرف والصناعات الشعبية الأردنية. وتسخر فقرات المهرجان بأسماء العديد من نجوم الطرب والغناء، إضافة إلى فرق فنية أردنية وعربية وأجنبية. وكانت إدارة المهرجان قد نفذت جولة ميدانية للصحفيين والإعلاميين داخل المدينة الأثرية، تم فيها إطلاعهم على التجهيزات والترتيبات التي أعدتها لإنجاح هذه الدورة. زي ما انتم شايفين نظمنا جولة صحفية لممثلي مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لزيارة المدينة الأثرية والاطلاع على الإجراءات والترتيبات والتجهيزات التي تقوم بها إدارة المهرجان. اليوم زي ما انتم شايفين احنا في الجوله في المسرح الجنوبي وفي الساحه الرئيسيه والشمالي للاطلاع على الترتيبات والخدمات والتسهيلات المقدمه للزوار والعائلات في موقع المهرجان. جمعية الكاريتاس الأردنية اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية مجلس الكنائس للشرق الأدنى لإغاثة اللاجئين. تم بموجبها الاتفاق على عمل دورات تدريبية وتشكيل فرق مشتركة لدعم العائلات المحتاجة من الأردنيين واللاجئين بغض النظر عن الجنس أو البلد أو الدين، بالإضافة إلى تنظيم دورات في مجالات الوعي الصحي والتدريب المهني، وإقامة أيام طبية مجانية، وتقديم مساعدات الإغاثة الطارئة والاحتياجات المتعلقة بالأمهات والأطفال. الكاريتاس الأردنية من خلال آخر سنتين توجهت لتوقيع اتفاقيات مع عدد كبير من مؤسسات الكنسية في الأردن لتعزيز الشراكة. الشراكة موجودة، لكن الاتفاقية هي لتعزيز الشراكة، لتعزيز العمل المشترك، لتفادي يعني الأخطاء اللي مرتكبة. اليوم نحن عملنا مؤسسات عندنا أهداف واضحة، الاتفاقيات بتساعدنا بالميدان إنه نتفادى انه يصير في تعاون اكثر على مستوى المملكه. اكيد اليوم نحن في فرحه كبيره انه قدرنا نوقع مع مجلس الكنائس، مؤسسه لها تاريخها العريق في الاردن وكمان على مستوى الشرق الاوسط، عندنا نفس الاهداف، وبالميدان ان شاء الله من اليوم راح يكون في تعاون وثيق بيناتنا. اكيد الخطط المستقبليه انه اطلاق حملات مشتركه مع مجلس الكنائس ومع المؤسسات الثانيه اللي خلال اخر سنتين وقعنا معهم. هذه الاتفاقية هي اتفاقية تعاون وشراكة على عمل دورات تدريبية ودعم العائلات المحتاجة إن كانوا أردنيين أو مهجرين من جميع الفئات، من جميع البلدان، من جميع الأديان، ما بتفرق عنا أي دين. الهدف عنا أنه نوصل الدعم، يكون الدعم مشترك ما بيننا وبين جمعية الكاريتاس الأردنية، وإن شاء الله نكون على قد هاي المسؤولية
ونقدر نوصل الدعم لكل الناس المحتاجين. رح نعمل دورات تدريبية مشتركة، رح نعمل اتفاقيات مشتركة على عمل شغلات تساعد هذول الفئات المستهدفة اللي هي الناس المحتاجة. مار شربل قديس العصر يحتفل بعيده في شهر تموز من كل عام، وفي الأردن أقيم في كنيسة مار شربل للموارنة قداس احتفالي بهذه المناسبة. المزيد في التقرير التالي. سوى شربي للحبيس مغمور بالنور الحي. يصادف في 14 من شهر تموز من كل عام عيد القديس شربل، حيث احتفلت الرعية المارونية بعمان بعيد قديس لبنان وشفيع كنيستهم في الأردن، وذلك بقداس إلهي ترأسه المنسنيور غازي خوري راعي الكنيسة بمعاونة الكاهن المساعد سامر زكنون وعدد من الآباء والشمامسة، وبحضور عدد من الكهنة من الكنائس الرسولية وجموع من المؤمنين وأبناء الرعية. وبأجواء روحية وعلى وقع تراتيل الجوقة التي شاركت فيها المرنمة رانيا يونس، رفع التقادم على مذبح الرب على نية الرعية والكنيسة وجميع المؤمنين ومن أجل السلام والاستقرار في العالم أجمع. يا من أفنيت العمر في النسك والإيجاد تسقي روحك الحرة من نادى روح الفادي، قد نلت منه فخر العبد الأمين بين القديسين. وألقى المنسنيور غازي خوري عظة القداس التي أشاد فيها بصفات القديس شربل، هذا القديس المتعبد لله الذي عاش حياته بالنسك والزهد والتسليم الكامل للمشيئة الإلهية، داعياً أن نقتدي بسيرة حياته الأرضية. شو نفع إذا صار في شفاء جسدي ما صار في شفاء روحي؟ شو النفع إذا نلنا الطلبات الأرضية وبعدنا أرض بأرض بأخلاق لا مسيحية؟ إذا الناس عم تشفى جسدياً والمرأة عم تخاصم زوجها والعائلة عم تفرض، كيف بده يكون الشفاء من مار شربل؟ ما كل شفاء كل ظهور حتى الكنيسة تعتمد وتقول هذا شفاء وظهور إلهي، بده يكون في رسائل ونتائج خيرة. أنا كيف بعمل إنه هالعمل اللي عم بقوم فيه هو عمل الروح القدس من خلال الثمار؟ عندما يكون في محبة، عندما يكون في مسامحة، عندما يكون في رفق، عندما يكون في مساعدة، عندما يكون في وحدة، عند ذلك أقول إنه من العمل الذي أنا فكرت فيه والعمل الذي نقام هو عمل الروح القدس. وفي ختام القداس أقيم زياح لذخائر وأيقونة القديس شربل طافوا بها الكهنة أروقة الكنيسة ليتبرك بها المؤمنون. هالأرض اللي حبيتها فلحت زرعتها وساويتها ومن دم قلبك رويتها. احتفلت الرعية السريانية في عمان بمنح أبنائها المناولة الأولى، وذلك بقداس إلهي ترأسه المطران غريغوريوس بطرس ملكي بمعاونة عدد من الآباء الكهنة. إلى المزيد. ترأس المطران غريغوريوس بطرس ملكي النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في الأراضي المقدسة القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة سيدة الكرمل للاتين بمنطقة الهاشمي بعمان لقبول مجموعة من أطفال الرعية لسر المناولة الأولى بحضور السفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن وبمعاونة الأب زهير كيكي كاهن الرعية وعدد من الآباء والشمامسة وبمشاركة ذوي المتناولين وأبناء الرعية. والموت الموت
وبعد أن قدم عدد من الأطفال القراءات وتليت على مسامع الحاضرين كلمات الكتاب المقدس، ألقى سيادته العظة التي استهلها بالتعبير عن فرحة هذه المناسبة، مشيرا بأن هذا الاحتفال الذي قبل فيه هؤلاء الأطفال جسد ودم السيد المسيح، موضحا لهم مدى التضحية التي قدمها لنا الرب من أجل خلاصنا. إذن يا أحبائي، بهالفرح الكبير اليوم كنت عم تستقبلوا يسوع المسيح، رح تقولوا له كمان يا ربنا أنت جيت حتى تعطينا السلام، حتى يكون كل الناس يعيشوا بمحبة بسلام. نطلب منك كمان ترجع السلام لبلادنا، ترجع السلام للعراق، ترجع السلام لسوريا، ترجع السلام حتى للأرض المقدسة، ترجع السلام للعالم كله، وتخلي الناس تحب بعضها، تشيل هالكراهية الموجودة بالقلوب، تخلينا جميعا نعيش كأولاد وبناتنا لك، والكل يفهموا بأنه أنت الإله الواحد الخالق الكل. ولما جيت على الأرض ما جيت كرمال فئة واحدة أو طائفة واحدة، جيت كرمال كل الناس. ووسط التراتيل التي رنمت باللغة السريانية، تقدم 26 طفلاً مرتدين ثيابهم البيضاء ليتناولوا الإفخارستية المقدسة. وبعد القداس تبادلوا مع سيادته وأهليهم الصور التذكارية. ببركة وحضور الوكيل البطريركي في شمال الأردن قدس الأرشمندريت رفائيل، أقيم في كنيسة القديس جورجيوس اللابس الظفر في عنجرة بمحافظة عجلون قداس إلهي احتفالي بمناسبة عيد الرسل القديسين الأطهار، بمعاونة كاهن الرعية الأب جراسيم مستاشمان ولفيف من الأباء الكهنة وأخوية وأبناء الرعية، بمشاركة مجموعة كشافة ومرشدات الروم الأرثوذكس في ماركا وجوقة كنيسة القديس نقلاوس الصريح. إلى أبنائنا الروحيين الكهنة الورعين ووكلاء الكنائس وأعضاء الهيئات والمؤسسات الأرثوذكسية وعموم أبناء رعيتنا الأرثوذكسية في شمال الأردن، بعد مباركتكم أبوياً بربنا يسوع المسيح، فقد تقرر في مجمعنا المقدس في جلسته القانونية المنعقدة بتاريخ 15/5/2008 تعيين قدس الأرشمندريت رفائيل غافرياس وكيلا بطريركيا وممثلا لبطريركيتنا في شمال الأردن، وإننا إذ نبلغكم رسميا بهذا التكليف لنأمل من كهنتنا الأعزاء ومن كافة أبناء رعيتنا الرومية الأرثوذكسية بأن يتعاونوا مع قدس الأرشمندريت رفائيل ويساندونه ويساعدونه من أجل أن يتمكن في تأدية مهامه الرعوية الكنسية الموكلة إليه، وذلك من أجل رفع شأن كنيستنا وأبناء رعيتنا الأرثوذكسية والحفاظ على حقوقها وامتيازاتها وإبرازها بشكل يليق ومكانتها الروحية والتاريخية العريقة.
وألقى الأب سمعان خوري كلمة الوكيل البطريركي بالنيابة عنه، التي عبر فيها عن عميق شكره لجميع الفعاليات الكنسية والرعوية على استقبالهم الحافل، مؤكداً أننا نتطلع للتعاون والعمل يداً بيد من أجل خير الكنيسة جمعاء. أود أن أعبر عن شكري لقدس الأب جراسيموس راعي هذه الكنيسة الأخ الحبيب، ولجنة الكنيسة ومدارس الأحد والشبيبة وأخوية السيدات والكشافة وكل رعية عنجرة على حسن الاستقبال وعلى تنظيم هذا القداس الإلهي لإكرام الرسل القديسين الأطهار. وإننا نتطلع للعمل يدا بيد مع هذه الرعية وكافة الرعايا لخير كنيستنا الأرثوذكسية. وأخيرا وليس آخرا، أود أن أشكر أيضا المرتلين الذين من خلال تراتيلهم الرائعة اليوم نقلونا من الأرض إلى السماء. أشكر نور سات وأشكر صوت الكنيسة على تغطيتهم وعلى متابعتهم وعلى نقلهم للأحداث الروحية والقداديس الإلهية، إذ هذه المحطات هي تنقل من خلال بثها المسيح إلى قلوبنا جميعا. نتمنى لهم التوفيق والنجاح أيضا. احتفلت رعية كنيسة سيدة الانتقال للروم الكاثوليك في المفرق بالزيارة الرعوية الأولى لسيادة المطران كير جوزيف جبارك رئيس أساقفة أبرشية بتراء وفيلادلفيا وسائر الأردن. وكان في الاستقبال مجموعة من الآباء الكهنة والشمامسة والكشافة وأبناء الرعية في المنطقة. كيف بدي يكون نور أنا؟ كيف بدي شع؟ كيف بدي أطلع من اليأس؟ كيف بدي أطلع من القنوط؟ بقول شو فيها هون بالمفرق بلد بعيد، خليني أروح لمحل تاني أترك يلا. لا، هون ربنا زرعنا هون بهذه البلاد حتى نعرف نشع وحتى نكون نور. إذن يا أحبة، نحن عنا رسالة في وسط هذا البلد، عنا رسالة أساسية من نحملها للآخرين لكي يروا أعمالنا الصالحة ويمجدوا أبانا الذي في السماوات. أمين. وبعد ترأس المطران جبارة لقداس إلهي، جرى لسيادته حفل استقبال في باحة الكنيسة، ألقى خلاله كاهن الرعية الأب الأيكونوموس سامي قندح كلمة ترحيب، تلاه في الحديث الدكتور يوسف كبوشي الذي أشار في كلمته إلى جملة من القضايا والمشاكل التي تواجه الرعية. كما ألقى السيد موسى النبر مسؤول شبيبة المفرق كلمة استعرض فيها بدايات وتأسيس الشبيبة وانطلاق البراعم والإعداد لديهم. وبعد تقديم الهدايا التذكارية، قام سيادته بعمل زيارة لمباني المدرسة وغرفة الشبيبة في الكنيسة للاطلاع على الوضع العام للمباني. للسنة السادسة على التوالي، نظمت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكي للكاثوليك أم السماق مخيمها السنوي لأطفال الرعية الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات. إلى التفاصيل.
يسوع بيحبنا، عنوان المخيم السنوي السادس الذي نظمته مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماء بالتعاون مع شمامسة المطرانية. واشتمل المخيم على مجموعة منوعة من الفقرات الروحية منها والترفيهية، والتي هدفت بمجملها إلى تقديم صورة مبسطة للأطفال عن حياة يسوع على الأرض وكيف نحيا حياته المقدسة بكل حب واتضاع، بالإضافة إلى فقرات للرسم والأشغال اليدوية وقصص وألعاب مختلفة. واستمر المخيم لثلاثة أيام متتالية، شارك به ما يقارب 200 طفل من أبناء الرعية ملتئمين في مجموعات عدة التقوا فيها حول كلمة الرب وتعلموا فيها من خلال النشاطات التي أقيمت أن يسوع يحبنا ويدعونا دائما لنكون معه. هدفنا ورسالتنا أنه نخلي الأولاد يعرفوا أنه يسوع بيحبنا، وعن طريق الألعاب وعن طريق أنهم يتعلموا أشياء بالكنيسة ويتعلموا أشياء تانية بالمختبر وبالحواس الخمسة وبالمطبخ. طبعا بنحب نشكر فضائية مرسات على تواجدها ودعمها الدائم لنا. يسوع بحبنا هو عنوان استرحيناه قبل 6 سنين، وبيهمنا بالموضوع انه نعلم الاولاد محبه يسوع لنا، محبه ربنا لنا، من خلال فقرات دينيه وترفيهيه، وبنحاول نجذبهم للكنيسه بهاي الطريقه. وبنحب نذكر انه الكشافه بتعمل كثير نشاطات، منها لافراد الكشافه والعديد منها لافراد الرعيه وابناء الرعيه، وهذا من النشاطات اللي احنا بنحضرهم كل سنه لرعيتنا ولافراد رعيتنا عشان نجذبهم ويحببهم بحضور الكنيسة والكشافة أكثر. شكرا. وزار سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن المخيم، واطلع مع المشرفين عليه على فقراته، مشيدا بأهمية مثل هذه اللقاءات في تعميق النمو الروحي للأطفال. مخيم له عنوان خاص جدا جدا حبيته كتير، هو يسوع بحبنا، ومنه سهل أنه يكتشف أولا المسيحي، ثانيا كل إنسان أنه يسوع بحبنا. ديس بولس في الرسالة بيقول أحبني وبذل نفسه عني. الحب في المسيحية هو منه عاطفي ولنه شعور فقط، هو أكثر من ذلك، هو تضحية بالذات لأجل الآخرين. وأملي أنه الكشافة اللي عم يهتموا بهالأولاد أنه يقدروا يعطوا من ذاتهم من أجلهم، يقدروا يوعون على محبة يسوع لألهم كأولاد وعلى محبة الكنيسة اللي حضنتهم اليوم بالمطرانية. هذه مناسبة بالنسبة لي كمان أني أشكر الكشافة بأبرشية بيترا وفيلادلفيا بشكل عام، اللي صاروا متواجدين بأكثر من رعية على كل النشاطات اللي عم بيعملوها داخل الرعاية، إن كان بعمان، إن كان بمفرق، إن كان بالحصن، إن كان بإربد وغيرها من الرعاية منتشرين فيها. شكر كبير لألهم، لأنه دائما في سهر بالرعية، دائما في مرافقة للمطران بزيارات الرعوية، دائما في نشاطات داخل الرعية، إن كان مع التوجيه، إن كان مع الأولاد، إن كان مع الكبار بالعمر، وهن عملوا مخيم سنوي كمان، كان مخيم ناجح جدا جدا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الرعية المارونية بعمان تحتفل بعيد مار شربل.
توقيع اتفاقية بين جمعيتي الكاريتاس ومجلس الكنائس للشرق الأدنى. المطران جبارة يزور الرعية في محافظة المفرق. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. بأمان الله.